الفنان بصفة عامة. أنا ك ك ك كرأي كنقول باللي الطرب هو حاجة اللي ما خصاش تغفل عند الفنان، اللي ما خصاش تغفل كاع كارينو. يعني الإنسان خاصو يتربى على مواويه اللي تربى باش حتى إلا غي 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 غينتج أغنية شبابية ولا ذا كيكون عنده واحد الحاجة ولا واحد لاباز اكزاكتوم واحد لاباز فين غيلعب فين غيلعب. انا يعني باش غتاخد ديك التحيات ولا باش كتاخد بزاف بالرجوع الى الاصل. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بقناه شادا تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادا تحلى المشاهده. شادا اول قناه فنيه بالمغرب.